قبل الفاصل كنا بنتكلم في النواقص، النادي الزمالك عنده نواقص. كنت هتبتدي تكلمني في امام عاشور، واضح انك كنت هتبتدي تقول لي ان امام هيسيب فراغ في نادي الزمالك، الزمالك يعوضه ازاي؟ اللي يعوض امام دلوقتي يا كابتن انه غير طريقه اللعب، يعني الثلاثه اللي بيلعب بيهم دايما في نص الملعب بيلعب بدونجا ورؤى وعمرو السيسي، ومؤخرا بقى بيدخل سيف جعفر. انا شايف سيف لعيب كويس جدا، يعني عنده الحته اللي هي بتاعت الزياده الهجوميه اللي بيدوس على الكره. اللعيب اللي ناقص دلوقتي مش موجود في مصر قليل جدا، اللعيب اللي بياخد من الكره ويدوس ويزيد وما بيخافش ويكمل على الجون موجود عند سيف جعفر. انا شايف ان مع الاستمراريه مستواه هيزيد وهيفرق جدا. لكن الثلاثه التانيين نفس الشكل، يعني اللي ما ينفعش ان انا العب بالثلاثه في نص الملعب دول ومحدش عندي بيوصل للجون، او مثلا محدش بياخد الكره ويزيد. لو تلاحظ ان دونجا ورو او السيسي نفس يعني السيسي دايما بيلعب ثالث، لعبهم شبه قريب. السيسي في الجيش كان بيأدي بشكل كويس جدا، كان من وهو كنت حضرتك طلعت اتكلمت عليه ان هيبقى لعيب كويس جدا، لكن هو مصدوم في الطريقه دي. هو بيلعب على الدايره، النوع اللي هو بيلعب على الدايره، مش ما ينفعش تلعب على الاطراف ثلاثه ويكمل ويطلع على الاطراف والكلام ده، مش هيعرف يعملها، مش هيعرف. لكن امام عاشور طبعا هيسيب نقص كبير جدا، وباين عليه من اول ما مشي مفيش حد بيعمل اللي كان بيعمله، ما حدش بياخد الكره وبيزيد، ما حدش بياخد الكره وبيوصل الناس. الوحيد اللي كان لعب شويه سيف جعفر بقول لحضرتك، لكن يغير لازم يلعب باتنين واحد قدامه، يلعب بالحاج اللي هو لسه جايبه. هو الطبيعي ان هو بيلعبه في الحته دي، يلعب بالطريقه دي، يزود بالحاج قدام الاتنين الديفندرين، وبالحاج يديله الحريه ان هو يبقى من تحت الناس ويقدر يروح ويوصل الناس. لكن انا شايف ان طول ما هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب دي هو بيضر الفرقه، مش هيفيد الفرقه، يعني مش هتفيد الفرقه بحاجه. انت كمان كنادي الزمالك انت محتاج حلول هجوميه، انت دلوقتي بتعتمد على المهارات الفرديه لزيزو، مصطفى شلبي، مفيش تاني حلول. يعني انت لو جيت بصيت الحلول عند الزمالك في هجوميا مفيش، سيف الجزيري مظلوم، يعني الطريقه برضو مفيش حد بيقدر يوصله، بعيد عن ان هو مثلا مستسلم شويه لا، لكن الطريقه نفسها ما بتساعدهوش انه يبقى كويس او يظهر بشكل كويس. مفيش، ان الطبيعي انت النادي الاهلي والزمالك كل مثلا دقيقتين لازم توصل للجون. هي بس برضو انت قاعد برضو بيسمع وبيتفرج دلوقتي بيقول لك يعني معقوله فرقه كامله زي نادي الزمالك هتغير طريقه اللعب علشان خاطر مش هغير؟ لا يا كابتن، هو الطبيعي ان انت بتلعب اتنين واحد قدامه. انا ما بقولكش تغير الطريقه كامله، انت هتغير في شكل اللعب لكن مش هتغير الطريقه. انت بتلعب بدل ما تلعب الثلاثه على نفس الخط، لا انت بتلعب باتنين، بتثبت اتنين واحد قدامه، يبقى في واحد بوظائف هجوميه بينضم للثلاثه اللي قدام يكون رباعي. ممكن يلعب كابتن رباعي هجوم زي ما شاب، ممكن يلعب واحد واثنين قدام، أربعة واحد أربعة. طيب من ضمن الحاجات اللي كانت يا جعفر بتشغل جمهور نادي الزمالك، واحد زي مثلا اشرف بن شرقي، وان هو هيفرق، ان هو مش هيبقى موجود وكده، ومع ذلك في المكان دوت طلع فيه بعد كده يوسف اسامه نبيه وكسر الدنيا ومشي كويس، ودلوقتي موجود مصطفى شلبي برضه بيقدم اداء كويس ولعيب كويس، فبرضه شايف الحته ديت بعد اشرف بن شرقي، ومين الاحسن في الحته ديت، يوسف اسامه نبيه ولا مصطفى شلبي، ولا على حسب الماتش اللي بتلعبه؟ بص يا كابتن، هو يعني انا مش عايز اظلمهم في مقارنه مع بن شرقي، لان بن شرقي يعني فارق من لا فارق في الدوري المصري كمان، يعني من اللعيبه اللي تصنع فريق في الدوري كله. يعني شايف شلبي اقرب شويه، يعني شلبي اقرب شويه. يوسف يمكن لسه، يعني مش عايز اقول صغير، بس يوسف اساسا فيرود، يعني انا اعتقد ان هو كان بيلعب فيرود وهو صغير، ويعني شويه طلع على الاطراف، بس شلبي يمكن كورته اعلى شويه من يوسف، فممكن شلبي يأديها، بس لسه ما دخلش برضه في اجواء نادي الزمالك، رغم ان هو يعني عدى عليه خلاص النهارده، هو بقى له سنه، يعتبر سنه في نادي الزمالك داخلين على نهايه الموسم، فيعتبر بقى له سنه. ف يعني مش عارف بقى هو عشان ما بيلعبش باستمرار، او هو عشان ماتش وماتشين لا، او ماتشين ويريح ماتش. هو لعب الاول اللي ابتدى ياخد، وبعد كده شويه اختفى، يعني بقى ما تفهمش بقى كان ساعتها وفي اي حاجه حصلت، مصاب، حاجه كانت مضايقاه او كده، ولكن رجع ابتدى يشتغل تاني. بدا يشتغل يعني النهارده كان كويس، النهارده كان ماشي بشكل كويس وعامل ماتش كويس النهارده.